العشيه مشينا لهشي قلنا له بغينا نصيبوا الوراق وهذا شوف لك السير ما خداميش دابا جي شغلتني نمشيو ما تشوفوش اغلبيه ديال الجمعيه تمشيو تمشي دير بالوراق ما تخلوناش القصد ديالنا حنا دابا باش نعيشوا في الشرور حنا بيجينا هنا بيجينا هنا ما بقيناش اللي عاوننا وبقى ما درنا لا قرار كل الاغلبيه ديال الناس طاو علينا تقول لنا نعاون حنا نعاون اغلبيه ديال الناس ما داروا معنا ما والو حنا تمناو من الله حتى حنا نلقاو شي سكينه ود السيد بغينا نتكاشفو بغينا لا فلوس لا حتى شي حاجه بغينا الناس يعاونونا نديرو وريقاتنا بحال اي مره وراجل بغينا نبقاو غادي في الهاويه بغينا الناس يعاونونا نتكاشفو انا ود السيد وانا جنعيش الشرود في الزنقه وتنتمنى من الجمعيه باش يعاونوني اغلبيه ديال الجمعيه تيقول لك نعاونك نقاد لك الوراق ملي تمشيو ما تيعاونونا ما والو حتى الغدا ورجع ملي تمشاو تنرجع بلي تطفيو عليا التليفون ملي تقولوا لي راه ما كاينينش لا حنا بغينا نقادو حنا مبقيناش بغينا نتشردو كاع في الزنقة مبقيناش حنا نقلبو على شي خدمة تتمنى من المحسنين يعاونوني بغا نقلب على شي خدمة ومبقيتش بغيت نعيش في الشر وفي الزنقة أنا نمرش ولدي تنعيش في الزنقة في الدير المهجورة شي دار مهجورة عشان نطلع عشان نبات هادشي اللي كنطلب من المسؤولين يعاونوني تانا باش نبني حياتي ونقاد المستقبل ديالي أنا والزوجة ديالي والولد دابا مدة شي 4 سنين دابا عرفت علاه في الزنقه والده ما ولاد والده شفتي عند ما تبغيش تعطيو شحال من الورقه شحال من وثيقه ما تبغيش تعطيو انا الا ما طلبناش ما ناكلوش ندوزو راش نبقاو نطلبو في بنادم ونبقاو نجبرو من هنا من هنا طلب هادي يشري لك ما تاكل طلب هادي ياخذ لك ليكوش هادي هي الحياه هكا باش ندوزين ودوينا المره الاولى شي واحد ما عاوننا وانا عاوتاني كندوي المره الثانيه باش الناس تتقبل هاد الهضره اللي كنقول لي باش الناس يعاونونا حنا ماشي كنضحكوا ولا شي حاجه بغينا الناس يعاونونا الله يرحم الوالدين الله يكثر خيركم عاونونا وانا نتكاشفونا هاد السيد هذا الله يرحم الوالدين عليه